ازرع حديقتك واترك جنون العالم. الزراعة المستدامة تجربة الأستاذ نور الدين. في لحظات انفلتت من الزمن العابر استضافنا الصديق نور الدين في حديقته الجميلة بين الطبيعة الخلابة بين النباتات والأزهار والأشجار المثمرة. كان لنا لقاء وبجمل عميقة بسيطة صريحة عرض علينا تجربته في مجال الزراعة المستدامة وربط مداخلته بالتربية، فالتربية على الزراعة عالم فريد في حد ذاته. كان لنا اللقاء أو كان هذا اللقاء حصدا لمعارف جديدة ترتبط بالبيئة وأهميتها وطرق الاعتناء بالتربة والنبتة للزراعة المعقلنة تتم بأحسن الطرق وأفضلها باستثمار العلم والمعرفة بالنسق والنظام البيئيين. كنت بمعية البومالي ورشيد، هما صديقين لا يجمعنا في هذه الدنيا إلا حب التقاسم والعطاء والخير وحب المعرفة. لقاؤنا كان لقاء للتقاسم بامتياز، تقاسم التجارب والجراح. نحاول فهم هذا العالم الرديء الجديد، نناقش كل شيء ولا نناقش أي شيء، نتقاسم المعارف وأحيانا نزكي فهمها وحسن تأويلها. كان همنا الوحيد والأوحد يجول ويدور حول كيفية التصدي لزحف هذه التفاهة، زحف التفاهة التي أراد الكثير لها أو أرادوا أن يصنعوا لها الوجاهة. كان لنور الدين الأستاذ المعطاء والصبور الفضل في اجتماعنا هذا، اجتماع على طاولة النقاش والحوار والتبادل، كيف لا وهو رجل المبادرات والمغامرات، بحيث كان لنا الشرف أن نلتقي به منذ عدة سنوات حين كان أستاذا بنواحي مجون بقرية غانمين. مارس مهنة التدريس بطرق فنية وكان فاعلا في ميدان السياحة الثقافية وأتقن التواصل مع الجميع وكان مارس التجارة والعمل الجمعوي. نور الدين راكم تجربة رائدة في مجال التنمية الذاتية، فهو طاقة إيجابية وتجربته مع الزراعة لم تكن إلا تحصيل حاصل. ففي تجربة العودة إلى الأرض والمصالحة مع التراب والشجر والحجر فلسفة عميقة لا يفهمها إلا نذر القليل من الناس. يمارس الزراعة بحب وعشق جميلين، يمارس طقوس البساطة وعمقها بكل هدوء. هو بابتسامته العميقة يزرع الأمل في نفوس الآخرين. هكذا نعرفك دائما يا نور الدين، تلهمنا وتشجعنا على العطاء والمثابرة. إن تجربتك هذه أنت وأخيك وكل الطاقات التي تشتغل بمعيتكم تظل تجربة رائدة في مجال الزراعة المستدامة، فهنيئا لكم جميعا بهذا الخيار النابع من قناعاتكم المبنية على التحليل الرزين والعقلاني للأمور. فيا أخي، فأن يزرع الشاب في هذه القرية حديقته أفضل بكثير من أن يظل حالما أو من أن يظل يحلم بجواهر وفتات البلدان الأخرى. تنميرت، معك عمر أيت سعيد أكادير.